اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن كل شيء يشمل الكبد ويشمل تنظيف الكبد من السموم، وإزاي أصلا تحمي كبد الطيور اللي عندك. وخلوا بالكم أنا بقولها وهفضل أقولها، مشيت صح وبما يرضي الله مع طيورك وما قصرتش معاهم في أي حاجة، والله ما هتلاقي مرض واحد دخل على طيورك ولا دخلت علاج بيطري واحد عليهم. وخدها قاعدة عامة، أساس كل الأمراض 5 حاجات: السموم أو التلوث من الحاجات الغلط اللي بتقدمها لطيورك، الميكروبات والفطريات بسبب قلة التنظيف، نقص التغذية وتقديم جدول غذائي فقير، وخامس حاجة المكان الغير مناسب وعدم الشعور بالراحة والأمان. فهم دول أساس كل الأمراض والمشاكل، لو اتعادلوا معاك مش هتشوف أي نوع من أنواع المرض بأمر الله، وهتطلع بأعلى نسبة إنتاج في الموسم، وده عن تجربة شخصية. معلش انا هطول في المقدمة دي، بس في حاجات مهمة عاوز اقولها للهاوي اللي حابب يبقى مربي كبير وياخد خبرة بجد ويتعلم مش ينقل او يحفظ. وهعمل برضو فيديوهات تانية للناس اللي بتزهق وعاوزة معلومة سريعة وخلاص، لكن الفيديو ده للمربي اللي عاوز يفهم ويتعلم. وخلي بالك انا هنا مش عاوز منك اي حاجة غير انك تتعلم، ومش تتعلم حفظ او تاخد المعلومة وتطبقها وخلاص، لا انا عاوزك تفهم ده ليه وايه سبب المشكلة دي وازاي نحلها بالتفصيل مع بعض. يعني مش مجرد مرض ودي لك اي نوع علاج وخلاص، لان انت كده هتفضل طول عمرك محتاجني ومحتاج ده ومحتاج ده. انا مش عاوزك كده، انا عاوزك تتعلم وما تدخلش عندي تاني غير لو حبيت تسلم عليا وندردش مع بعض كاصحاب او اصدقاء في الهواية. مش عاوزك تحتاج حاجة من حد ايا كان بعد كده. لما تتعلم وتتعب، خصوصا لما تتأسس من البداية صح وعن علم وخبرة، انت هتبقى في مستوى تاني خالص بعد كده، والناس هي اللي هتدخل تسألك وتعجب بفكرك. وخلي بالك اي حاجة في الدنيا في الاول صعبة، بس في زماننا ده مفيش اي حاجة صعبة. انت لو عاوز تتعلم وتعرف المعلومة في 5 ثواني من بحث في جوجل بسيط هتكون جايبها، هو بس كل الحكاية انك هتوفر وقت ليها مش اكتر. وخلي بالك في المجال ده هتلاقي 3 انواع من المربيين: مربيين بيتعاملوا مع طيورهم عن طريق الخبرة والممارسة فقط، وده لو جيت قلت له ده بيتعمل كده ليه هتلاقيه مش عارف او هيقولك هو كده وخلاص. وفي مربيين تاني عن طريق العلم فقط، وده برضو بيقع في مشكلة قلة الخبرة، لكن افضلهم انك تتعامل مع طيورك بشكل علمي ونفس الوقت عن خبرة وممارسة. فانت لما تمزج الاتنين دول ببعض هتطلع باكبر فايدة لطيورك بامر الله، وهو ده اللي انا عاوزك تعمله عند طيورك. انا مش عاوزك تاخد المعلومة وشكرا، لا ادخل اسألني وتعلم. يعني لما تدخل وتكتب في كومنتات تحت الفيديو عندي اي مشكلة اي حاجة انا عمري ما هتأخر عنك، لانك لازم تعرف ده بيتحط ليه وده بيتعمل كده ليه، وتبحث في الموضوع اكتر من مرة. فالمهم عشان ما اطولش برضو عليكم اكتر من كده، ندخل في موضوع النهاردة وهو عن مرض والتهاب الكبد عند الطيور. الكبد بالنسبة لي يعتبر اهم عضو لازم احافظ عليه، لان ده لو باظ الدنيا كلها هتبوظ والعصفور هيدخل في مشاكل لا حصر لها. بالنسبة لوظائف الكبد فالوظائف متعددة، ولو قعدت لاخر الفيديو مش هخلص، لان الكبد ليه اكتر من 400 وظيفة، يعني معجزة ربانية. لكن اهم الوظائف دي، اول حاجة بيخلص الجسم من السموم، يعني الخط الاول والاهم والاكثر تعقيدا في جسمك ضد السموم هو الكبد. تاني حاجة بيعتبر خط رهيب وعمود خرساني ضد السرطانات والأمراض المختلفة. كمان الفيتامينات أغلبها بيتصنع في الكبد، يعني لو بتدي عصافيرك فيتامينات الدنيا كلها والكبد عنده بايظ أو مش شغال كويس، ده كأنك مش بتقدم له أي حاجة. وعشان كده تلاقي بعض المربيين يقولك أنا بقدم له كل حاجة، ومع ذلك تيجي تبص على العصفور تلاقيه ضعيف ومش نشيط في القفص. ودي الحاجات المهمة الأساسية من حاجات كتير قوي. طيب دلوقتي لما الكبد يبدأ يتعب أنا كمربي هعرف إزاي؟ أقولك، أول حاجة بتلاقي العصفور بدأ عليه الخمول وقلة النشاط في قلب القفص، ولو كان العصفور بيغرد هتلاقي التغريد عنده بقى ضعيف، أو فين وفين لما يغرد أو هتلاقيه قطع التغريد خالص. كمان لو بصيت على بطنه عند منطقة الكبد بالتحديد هتلاقي المنطقة دي لونها بنفسجي مائل للأسود في الحالات المتقدمة. كمان هتلاقي عنده قلة شهية ومش بياكل كتير. طب ايه اهم الاسباب لمرض الكبد عند الطيور؟ رقم 1 عندك التوتر والخوف الشديد باستمرار، يعني تبقى مربي الطيور في مكان بيلعب فيه الاطفال او مكان فيه ضوضاء او اصوات عالية او دوشة، او تفضل طالع داخل عليهم كل شوية، او تجيب صحابك وتقعدوا في غرفة الطيور، كل دي كوارث.
لأن العصفور طبعا شايف ديناصورات بالنسبة له، وبيبقى حاسس إن دول خلاص داخلين يموتوني أو ياكلوا عيالي، فبيبقى الوضع مرعب بالنسبة له. يعني الاسترس والتوتر المستمر مش بس يمرض العصفور، ده ممكن توصل معاه لدرجة الموت. وطبعا غير المشاكل التانية زي هجر العش، كسر البيض، النتاية مش بتأكل الزغاليل، وحاجات كتير زي كده. وخلي بالك أكتر حاجة بترعب العصفور لدرجة إنه ممكن يموت في إيدك إنك تمسك العصفور كل شوية، ده بيموته من الخوف والرعب. تاني حاجة عندك برضو تقديم جدول غذائي خاطئ، يكون فيه نسبة زيوت عالية زي أنواع البذور الكتير اللي موجودة في السوق، بتكون نسبة الزيوت فيها عالية، ومهم جدا إننا نقدمها بحذر شديد وفي أوقات معينة مش كده وخلاص. ونفس الكلام برضو مع تقديم العلاجات الكيميائية بشكل مبالغ فيه، يعني بتعتمد اعتماد كلي عند طيورك على العلاج البيطري أو البشري رقم واحد، وده مش صح. الصح إننا ندخل مناقيع وأعشاب طبيعية وقائية علشان نرفع من مناعة الطيور طول الموسم، ولو ظهر عليه أعراض خفيفة زي الرشح أو إسهال بسيط بسبب تيار هواء مباشر بس لسه العصفور ما دخلش معاك في درجة المرض المتوسطة أو الشديدة، ادخل علاج طبيعي في الأول. لكن العصفور مثلا اتأخرت في علاجه ولقيته كش أو قعد في أرضية القفص، لا، انت هنا لازم تدخل دواء بيطري، لأن العلاجات الطبيعية بتاخد وقت لما تجيب مفعول، وفي الحالة دي العصفور مش هيستحمل، لازم نتدخل بعلاج بيطري. ونفس الكلام برضو لازم تكون بتقدم تركيز الأدوية دي بالنسب الصحيحة وتكون متأكد منها، إن كانت أدوية بيطرية أو بشرية أو حتى فيتامينات، لأن دي أكتر حاجة بتتعب الكبد لو نسبتها عالية وزيادة عن اللزوم. حاجة مهمة برضو لما تشتري البذور، مهم جدا تجيبها من مكان موثوق منه وتكون نظيفة وخالية من أي حشرات. كمان لازم تحفظها في مكان مناسب، لأن البذور أكتر حاجة بتفسد بسرعة هي والبيض المسلوق. يعني أنا بالنسبة لي لما بجيب البذور ما بجيبش كميات كبيرة، بجيب كمية بسيطة، ونفس الوقت بهتم بطريقة الحفظ، يعني بجيب علبة بلاستيك كبيرة ويكون لها غطا من فوق، ويفضل لو عندك حاجة مصنوعة من الزجاج يبقى أحسن، ودي بحط فيها البذور وبضيف ليها 5 فصوص ثوم مش متقشر، 100 جرام من بذور اليانسون، وقطعتين كبار من الفحم، وبقفل عليها كويس وبحطها في التلاجة وبطلع على قد احتياجي وارجعها التلاجة تاني. وبفضل الله بطريقة الحفظ دي ما ظهرش عندي اي مشاكل او جرالها اي حاجة. كمان وجبة البيض ليها برضو اوقات معينة وبكميات مناسبة، ما ينفعش اني عمال على بطال احط بيض وفي وقت غير مناسب. وانا نزلت حلقة خاصة بالتحديد عن الاوقات اللي مهم جدا تحط فيها وجبة البيض، وكمان الاوقات اللي تمنع فيها البيض، حلقة من الحلقات المهمة عندي في القناة، هسيبها لكم في الوصف تحت تشوفوها. كمان التهاب الكبد بيجي نتيجة العدوى من طيور تانية أو انتقال الفيروس من عصفور جديد دخلته على طيورك. وآخر حاجة وهي الخضروات والفاكهة اللي مش مغسولة كويس. وخلي بالك غسل الخضار والفاكهة مش إن أنت تغسلهم بالمية وخلاص، لأ، أنت عندك الخضار والفاكهة بيبقى مرشوش بمواد كيماوية، فمهم جدا إنك تنقعهم في مية وخل وملح 10 دقايق، وبالطريقة دي هتتخلص من حوالي 70% من نسبة الكيماوي اللي امتصها نوع الخضار أو الفاكهة اللي انت حطه. وبعد ما تتنقع تطلعهم وتغسلهم كويس، وبعد كده تقدمه لطيورك. طيب بالنسبة للعلاج تعمل ايه في علاج الكبد بشكل عام؟ بالنسبة للعلاجات الطبيعية عندك أول حاجة الفجل، وده مفيد جدا للكبد والمعدة لأنه بيساعد على تنقية الدم وإزالة السموم بشكل عام، وده غير باقي فوائده طبعا لا تعد ولا تحصى من فيتامينات وكالسيوم وبوتاسيوم، ويعتبر طارد طبيعي لديدان المعدة، وكمان بيرفع من نسبة التخصيب عند الطيور ويعتبر محفز جنسي طبيعي ليهم. عنصر أساسي برضو بيحتاجه الكبد للتخلص من السموم وهو الكبريت، وده هتلاقيه في البروكلي انك تقدمه ليهم، ده كويس جدا. وعندك التوم والبصل ممتاز جدا، تجيب تومة تهرسها مع ربع بصلة وتجيب قماشة نظيفة وتعصرهم كويس، وتستعمل ماء العصير والبصل نقطة بالفم مباشر مرة الصبح ومرة بالليل، ودي مدة 3 أيام ورا بعض كعلاج، ومرة واحدة في الأسبوع وقائي. وفي برضو بعض المربيين بيحطوه في المسألة اللي بيشرب منها العصفور، ودي مش بنصح بيها للناس اللي بتنسى، لأن عصير التوم والبصل بالذات ما ينفعش يقعد في المسقى أكتر من 6 ساعات، لازم يترمي وتتغسل المسقى كويس جدا وتحط مية نظيفة بعد كده. فلو أنت من النوع اللي بتنسى
خليك تنقيط مباشر احسن. كمان الشمندر او البنجر ممتاز جدا جدا للموضوع ده، وده غير انه ملون طبيعي لريش الطيور، وده عملت عنه حلقة خاصة ازاي تعمله وتقدمه لطيورك بشكل صحيح، هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تشوفوه. عندك برضو عصير الجزر مع الكركم فوق الممتاز، هتبشر جزرة وتعصرها كويس وتاخد المية بتاعتها وتفضيها على نص المسقة والنص التاني مية نظيفة، وتحط عليها اقل من ربع المعلقة كركم، يعني حاجة بسيطة قوي، وطبعا تتغير برضو بعد 6 ساعات بمية نظيفة. وعندك برضو خل التفاح الطبيعي العضوي ممتاز جدا جدا، 5 نقاط على المسقة. طيب هل في علاج بيطري اقدر استخدمه للطيور برضو؟ هقولك برضو فيه، بس العلاج البيطري ما يغنيش عن الطبيعي، يعني لو هتدخل مثلا علاج بيطري ادخل علاج بيطري وبعد كده ادخل طبيعي. يعني عندك منشط الكبد اللي انا كاتبه قدامك ده كويس، ومربيين كتير جربوه وجاب معهم نتائج كويسة، واستعماله نقطتين على المسألة 50 ملي مدة 5 ايام وتتغير المسألة يوميا. وطبعا لو ملقتش نفس اسم الدواء عادي هتقول للطبيب او الدكتور البيطري عاوز علاج بديل يكون فيه نفس المادة الفعالة اللي في الدواء ده وموجود فيه نفس التركيز، وهيديلك بديل، المهم يكون نفس التركيز، ده مهم جدا. واخيرا لو اي حد عنده اي سؤال اي استفسار يكتبلي في التعليقات وهرد عليه بشكل مباشر. كمان هسيب لكم لينك جروب الفيسبوك والواتس في الوصف. مع السلامة.